يتبع باريش باكتاش ويغمر يوكسل خطى سيلاتورك أوغلو وخليل إبراهيم جيها. إنهم الآن يفوزون بالجوائز التي فازت بها خليل وسيلة ذات مرة. هبت رياح زهور الدم في ليلة حفل توزيع جوائز جولدن 61 الذي أقيم للمرة التاسعة، ووجد أصحابها الليلة الماضية تمكن الممثلون الرئيسيين في مسلسل زهور الدم من احتلال المراكز الأولى في فئتين إجمالا. وجدت الليلة الماضية أصحاب الجوائز الذهبية التي نظمها طلاب الجامعات. أضافت أزهار الدم التي لا تشبع بالجوائز نجاحا آخر إلى نجاحها. حصل باريش باكتاش ويغمر يوكسل على المركز الأول في فئة أفضل مبتدئ للذكور والإناث، وكانت هذه الجائزة أيضا أول جائزة فردية يفوز بها باريش باكتاش في حياته المهنية كفريق رؤية المسلسل. تعمل قناة التي اختي واحد والتي تشتهر بالدراما العائلية والبرامج التلفزيونية التاريخية حاليا على إطلاق 4 مسلسلات جديدة سيبدأ بثها في شتاء عام 2024. المسلسل الأول الشجرة السوداء تدور أحداثه في السبعينيات في كابادوكيا. المسلسل الثاني العروس الباكية يحكي قصة شابة تدعى ياتشي ولعب كرة القدم الشهير ياسين. المسلسل الثالث السلطان محمد الفاتح بطولة سيركان تشاي أوغلو. المسلسل الرابع سجين الحب. هذه 4 مسلسلات ستعرض في شتاء 2024. الممثل ألبرين دويماز يعود الممثل إلى الشاشة في مسلسل جديد من المؤكد أنه سيجذب انتباه المشاهدين العرب والأتراك. آخر مرة ظهر فيها الممثل التركي ألبرين دويماز على الشاشات التركية كانت مع مسلسل إيغو والذي كانت شريكته أصلي بامو. لسوء الحظ لم يحظى هذا المسلسل باهتمام كبير من المشاهدين الأتراك وانتهى بسبب انخفاض التقييمات. كان معجب الممثل ينتظرون بفارغ الصبر متى سيختار سيناريو جديدا. الممثل ألبرين دويماز وقع عقدا مع شركة كارغا سيفل بيكتشر المعروفة بمشاريع مهمة، وتقوم هذه الشركة بتحضير مسلسل جديد بعنوان علي كارا. فإن هذا المسلسل ستكون قصته بوليسية عن الحب المفاوضات مع قنوات البث مستمرة. سيتم الإعلان عن معلومات حول الممثلة التي ستؤدي الدور النسائي الرئيسي قريبا. لقد شعرنا حرفيا أنه إذا عادت سيران وفريد في مسلسل الطائر الرفراف التلفزيوني فإنها ستعيش نفس الحياة التي عاشتها جولجون. قبل انتقالي إلى هذا الفيديو لا تنسوا متابعة الصفحة. على الرغم من أن والد الطفل بيرين يظهر على أنه فريد إلا أن هذا السيناريو قد يتغير مع تغيير السيناريو والمخرج، لكن إذا أردنا أن نخمن فمن الممكن أن يكون والد هذا الطفل هو كايا. إذا كنتم تتساءلون عن سبب ذلك فقد كان كايا يلتقي ببيلين في لندن وقد تظهر حقيقة كبيرة وكان هذا الشخصان يخفيانها عن الجميع. إذا كنتم تتذكرون كانت بيلين ذاهبة إلى لندن مع والدتها قبل أن تنتحر، وبحسب السيناريو كانوا في لندن قبل إنقاذ بيلين، لذلك ربما أصبحت بيلين وكايا ثنائيان يلتقيان بشكل متكرر. كما أن سبب عدم وصول التريلر قد يكون بسبب تغير السيناريو. في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم تضطر صبيحة إلى الكذب بأن والدتها ماتت من أجل حماية ديلان من مشاكل جواهر، لكن باران سيدرك أن والدة ديلان لم تمت وأن صبيحة تكذب على ديلان. قبل أن أبدأ هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. وفي الحلقة الجديدة من المسلسل سيعلم حسن الذي يسمع الحديث بين باران وقدرة به أن ديلان ليست ابنة سيت الحقيقية. لاحقا سيخبر حسن جواهر أولا بما تعلمه، وسيجمع القبائل معا مرة أخرى ويستأنف الثأر. آمل أن تثق صبيحة ببران في أقرب وقت ممكن وأن تخبر باران بالحقيقة بشأن جواهر وحسن، وإلا فإن الشر الذي سيأتي من جواهر وحسن قد يضر بعائلته وبران. على الرغم من أن باران يعتقد أن والدة ديلان لا تزال على قيد الحياة فإن حقيقة أن ديلان تعتقد خلاف ذلك تمزقها، لأن الإنسان يفهم جيدا كم هو أن تكون بلا أم. باران الذي لا يريد أن يعاني من نفس الألم سيحاول حل هذه الحقيقة في أسرع وقت ممكن. في الحلقة الجديدة من مسلسل الياقوت انبهر أطيش بجونيتش التي حول مساعدتها على الطريق، ولم تكن سوى مسألة وقت قبل أن ينفصل عن فراي. قبل أن أبدأ هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. في الحلقة الجديدة من المسلسل سينسى أطيش أمر فراي ويقرر أن يبدأ بداية جديدة مع جونيتش.
من ناحية أخرى يستمر التقارب بين تشيرمي وعمر في التقدم يوما بعد يوم. رغبة تشيرمي الوحيدة هي أن تأخذ عمر وتصبح سيدة القصر، لكن جيلفيم سيلاحظ على الفور خطة تشيرمي هذه ويحاول منعها. على الرغم من كل جهودها لن تمنع جيلفيم خطة تشيرمي وستتمكن من الزواج من عمر. بورا الذي لا يستطيع قبول الهزيمة سيسبب المتاعب ليامان وفيراي مرة أخرى بخططه الجديدة. أيضا عندما يطلق النار على يامان في يده سيعتقد أتيش أن بورا هو من فعل ذلك وسيذهب إلى فورا ويحاول فهم ما حدث. وأستمر في تقديم تحليلي لما سيحدث في الحلقة الجديدة. لقد تركنا وراءنا حلقة رائعة من مسلسل زهور الدم. في الحلقة الجديدة من المسلسل ستتخذ أزادي وحسن إجراءات لإعادة بدء الصراع الدموي. قبل أن أبدأ هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. كما تعلمون كان بارا قد وعد ديلان سابقا بأن الثأر الدموي لن يحدث أبدا، وأنه حتى لو حدث ذلك فلن يسمح بأي ضرر لعائلته. يبدأ حسن الثأر مرة أخرى ويأخذ القوة من أزادي. سينقذ باران سعيد وجودي من مشاكل حسن دون أي ضرر لعائلة ديلان. أما سيفيريا فإن الدم الموجود على يدها ليس في الواقع جرح الرصاصة في بطنها، فقد تكون نزفت من الخوف وفقدت أحد توأمها في رحمها. من ناحية أخرى حتى لو علمت أزادي أن ديلان ليست ابنة سيت الحقيقية فإنها لن تتوقف عن إهانة ديلان، حيث ستقول لها والدتك إنها امرأة سيئة خانت زوجها وأنك من إنسان فاسد. لكن باران سيكون غاضبا جدا من هذه الإهانة السيئة لأزادي وسيطلب من ديلان الاعتذار. لو أخبرت صبيحة باران الحقيقة بدلا من شراء الأسهم التي اشترتها من فورات لحماية عائلتها ربما لم تكن الأحداث لتزداد سوءا. آمل أن تعرف أزادي قريبا عن الأدوية الضارة التي أعطاها حسن للسيد قدرة. إن عدم الثقة بشخص مثل حسن سيكون درسا لأزادي. في مسلسل الطائر الرفرف لا يوجد شيء أفضل من زواج سونا برجل يفهمها بما فيه الكفاية بحيث لا يلمسها إلا بإذنه، بدلا من الزواج من رجل سوف يمتلكها بالقوة وتكون ليلتها الأولى ملكا لكايا. قبل أن أبدأ هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. لقد بدأ خالص آغا بالفعل يصبح أسوأ من ذي قبل، والطريقة التي يجمع لها عشيقته حوله ويتحدث عن الأخلاق كافية لتمزيق رؤوسنا. من الجميل أن نرى سونا واقف على الأقل في المسلسل مما يجعل المشاهدين يتابعونها، ورغم أن كاظم لم يكن أبا جيدا في الماضي وجعل بناته يختبر معاشه، إلا أنه لا يوجد شيء يجعلنا نشعر بالأسف على كاظم. الآن ظل كاظم ومنذ أن وصف عمته بالكلبة لن يتمكن أحد من كبح جماح كاظم وسيتعاون قريبا مع شاهموز. الآن نفهم لماذا كان حتو هكذا وجعل كاظم يعاني كثيرا ويرتكب الشر، لكن حتوك نال ما يستحقه وكان حتوك هو السبب وراء كون كاظم على ما هو عليه. في مسلسل الطائر الرفراف التلفزيوني سوف تندم سيران كثيرا، على ذلك في الحلقة الجديدة. قبل أن أبدأ هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. بعد كل ما مر به فريد ربما أصبح جسده أقوى ولم يضعف، لقد ذهب مرض السكري وذهب الشلل في ذراعه. قريبا سيكون هناك حدث آخر سيترك بصمته على سلسلتنا، وقد يكون الطفل في بطن بيلي، قد يكون إما من سيرتر أو كايا، لأن بيلي كانت آخر مرة ذهبت إلى لندن مع والدتها، ولكن عندما انتحرت كان مسلسلنا قد انتهى موسمه ولم يتم عرضه مرة أخرى. كانت بيلي على اتصال بكايا في لندن وكان على اتصال دائم، خاصة عندما جاءت كايا إلى قصر شاهموز. شعر بالتوتر عندما سمع اسم بيلي وهذا لم يغب على انتباهنا.